مهم تكون مسيحي؟ الحب الزوجي بيبدأ قبل الزواج، بس كيف بيبلش برأيك؟ في شيء رابط، في شيء بيكملك، يعني بتحس حالك فجأة اللي ناقص فيك وجدته بالآخر. الفكرة اللي بيكون عنا إياها براسنا عن شريكة حياتنا بتترجم بالشخص. هذا الشخص بدي أخده، بده يكون عم بيمثلني، يكون صورتي فيه. والزواج هي دعوة خاصة أني اكتشف الآخر. بتشوف من بعد الزواج عم بيتركوا بعض ليه؟ لأنه هي قالت بركي بيتصلح. إنسان ما بيقدر يغير إنسان، بدك تتكفي معه، بتتطبع معه. بقدر ما منكون أبناء الله، بقدر ما منكون قادرين نكون زوج وزوجة صالحين على صورة الله، الله المحب، الله السلوس. مهم تكون مسيحي؟ مع الأب رمزي جريج، بتشاهدوه على شاشة سات 7 بالأوقات التالية.